يعني فيه مس من الجنون، وبالتالي يتخذ قرارات لا يدري بها. بصفته رئيسا للولايات المتحدة هو المسؤول الأول والأعلى على بقية المؤسسات الفيدرالية في البلد، ولكن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار بأن بايدن وضعه الصحي ليس جيدا، ولا أعتقد، والاعتقاد السائد في أمريكا بأن جماعات تانيين يديرون شؤون البلاد في البيت الأبيض، لأن بايدن غير قادر. عندنا معلومات من هو هذا الشخص، ولكن الاعتبار في الوقت الحاضر هو أن بايدن ليست لديه القوى العقلية والبدنية لإدارة شؤون الولايات المتحدة. هناك من يدير شؤون هذا البلد، فإذا السياسة يديرها شخص غير الرئيس. يعني فيه مس من الجنون، وبالتالي يتخذ قرارات لا يدري بها. صحيح صحيح، ما عنده قدرات عقلية كافية لكي يتخذ قرارات على صعيد الولايات المتحدة. هذا في العراق يسمونه تسقيط انتخابي، سيد جابريل يسبق الانتخابات. وهذا هو الوضع، يعني شوف عم نشوفه على التلفزيون للرئيس بايدن، ما عم يقدر لا عم يقدر يمشي مثل العادة، عم يتفركش لما يطلع على الطيارة. عندما يأكل تشوف شغلات، لما يأكل بوزة مثلا مش طبيعي. زين، لكن ولكن الحزب الديمقراطي، يعني الحزب الديمقراطي مسؤول على هالشيء. كان بإمكانهم يجيبوا شخص غير بايدن، ولكن جابوا بايدن، فإذا هم المسؤولين عن هذا الوضع. الآن وقد فهمت الجماعة الذي لدينا من أين جاءوا بهذا، ولكن مع هذا سوف أسألك، لكن صاحبكم في المنطقة كثيرون يخشون منه، لأنه يقول يتصرف على أنه مثل ما يقول المصريين أنه الأبضاي، أو بالعراقي يسمونه الشقاوة، أو يسمونه المقاول السياسي. تعال ما عندك، أنا أقضي لك حاجتك، كم تدفع؟